مساء الخير، وأود أن أستمر أعبر عن اعتزازي بوجود أستاذي العميد سيدي الملاحي على تواضعه بالحضور معنا، وهو الذي له سبق في الحديث والكتابة عن هذا النص الذي ندرسه اليوم، وله علينا وعلى معرفة في هذه المنطقة فضل كبير، إذ كان عميدا وأستاذا مميزا في كلية الآداب بتطوان، وأبلى البلاء الحسن في هذا الباب، وله مني جزيل الشكر والعرفان، وأعتبر نفسي من تلامذته رغم أنه ربما لا يذكرني، ولكن أذكره أنا بكثير من الاعتزاز. وأما في ما يتعلق بمداخلتي بخصوص هذا النص الذي اشتهر كثيرا، فإنه ربما سيخالف بعض الشيء الكلمة التي أتت على بها الأستاذة المحترمة بخصوص قيمة الكتاب، وسأبدو كأني أبخسه، ولكن أريد أن أبين جانبا ربما بدلي بخصوص هذه الكاتبة وقيمة كتابها في مداخلة عنوانتها بالنص المتردد. وأبدأها بذكر ما جاء في بحث للطيفة بن جلون العروي في كتابها عن الرحلات الغربيات إلى المغرب بين 1860 و 1956، وهو الكتاب الفرنسي بعنوان Voyage occidental au Maroc 1860-1956، حيث تطرح هذه الباحثة إشكالا مهما تجيب عليه من خلال بحثها الذي يغلب عليه الطابع البيبلوغرافي، سؤالين رئيسين، وهو من كانت هؤلاء النسوة اللواتي زرن المغرب في تلك الفترة، وهل جاءت نظرتهن للمغرب مختلفة عن نظرة مدرائهن من الرجال؟ وفي جوابها على هذا السؤال تسجل الباحث أن أغلب الرحلات كنا من العالم الناطق بالإنجليزية في بداية الوصول إلى المغرب، وتفسر ذلك بالدور السياسي البريطاني والدعم الدبلوماسي الذي قدمته بريطانيا وقتها للمغرب بشكل حال دون أن يسقط في دون أن يكون هناك تغلغل ومنع احتلاله من جهة الشرق بعد احتلال الجزائر. وتشير هذه الباحثة أن أغلب تلك الرحلات كنا يدورن في فلك رجل مهم، وتذكره الكاتبة في نصها، وكان رجل قوي وقتها، وهو جون درامون هاي، الممثل القوي لجلالة ملكة بريطانيا لدى سلطان المغرب. وترتب الباحثة هذا الوجود الرحلي الغربي النسائي في المغرب من خلال فترتين، الفترة الأولى وتسميها فترة مغرب جون درامون هاي، وتميزت بحضور خاص للرحلات الناطقة بالإنجليزية، وهناك فترة أخرى تسميها بمغرب اليوطي اتسعت فيها صفات جنسية الرحلات، فترتان مغربيتان تضبط بخصوصهما هذه الباحثة وجود النساء الرحلي بالمغرب. وتجعل الباحث من الرحالات الفترة الأولى فترة جون درامون هاي تجعل منهم ثلاثة أصناف: صنف المرتحلات من أجل الرحلة، ومن تعتبرهن أنهن احترفنا تقريبا الرحلة وجئنا إلى المغرب لزيارة معارف وأقارب وبحثا عن الاغتراب والسفر والاستمتاع بالجو الدافئ وبالطبيعة المغايرة. والصنف الثاني هو صنف الزوجات ورفيقات والمبعوثين والسفراء والقناصل ومن كانوا في مهمة في المغرب، واللائي كان مستقرهن يقتصر على طنجة والنواحي. وجاءت نصوصهن تتحدث عن الحوادث اليومية البسيطة دون أن تدخل في وأن تقترب من السياسة لإكراهات طبعا العلاقة بأزواجهن. والصنف الثالث هو الصنف الرحالات المنخرطات في البعثات التبشيرية وأعمال الإنسانية والخيرية التابعة لمختلف الطوائف والكنائس المسيحية، بعد ما قبل المغرب رغم معارضة العلماء والأهالي بوجود أنشطة لهذه الجماعات الدينية. وتذكر الباحثة أن المشاركة بين هؤلاء الرحالات المنتميات للبعثات هو الشعور بالخيبة الأمل بخصوص دعوتهن التبشيرية ورغبتهن في خلاص الأرواح المغربية وفق العقيدة المسيحية. وتشهد على ذلك بقولة لموليراس الذي اعتبر أن دعوة التبشير والمبشرات والمبشرين في المغرب كانت تصطدم بصخرة الإسلام التي كانت من الجرانيت التي لا يستعصي على الكسر. فبرغم العرفان الذي كان يعبر عنه المغاربة تجاه العمل الخيري والطبي والإنساني الذي تقدمه
تلك البعثات فإن الغاية التبشيرية كانت تبقى دون تطلعات تلك المؤمنات أولئك هؤلاء المؤمنات. وتضيف الباحثة من جلون صنفا رابعا من الرحالات إلى المغرب انضاف بعد أصناف الثلاثة وجاء بعد بزوغ عهد الحماية وإبانها وهو الصنف الصحفيات اللواتي مدحنا ومجدنا في أغلبهن العمل التحضيري للحماية وللحضور الغربي في. أما بخصوص الصنف الأول من رحالات الأوائف الإنجليزيات فإن الباحثة تسجل ملاحظة مهمة وهي أنهن حضرنا إلى مكان لهم سابق معرفة به باعتبار انتمائهن إلى الأمة الإنجليزية، فالحضور إلى طنجة كان قدوماً إلى مستعمرة إنجليزية سابقة تحصلت عليها بريطانيا من زواج بين ملك إنجلترا وأميرة برتغالية، ولم يكن نزولهن في أرض يجهلونها بل بمدينة كثيراً ما تحدث عنها أدبيات الأدب الإنجليزي القديمة منذ القرن السادس عشر، ولعل البحوث في صورة المغرب في الأدب الإنجليزي وافرة لدى المتخصصين بحيث أن المغرب صار في مرحلة من المراحل موضوعاً مطلوباً وجنوعاً من الموضة في الأدب الإنجليزي وفي في في إنجلترا ومطلوباً للناشرين والقراء، كما يمكن الوقوف على ذلك في كتاب رورو لوبيل عن المغرب لدى شيلي فوياجور شيلي زوتو بونغلي. ولعل السرد والنص الذي ندرسه يندرج ضمن الأدب الإنجليزي المرتحل رغم أن الباحثة لطيفة بن جلون العروي لا تدرج إيميلي كين ضمن قائمة المرتحلات الغربيات التي تسرد كتبهن وتفاصيل أعمالهن بخصوص المغرب. وإن لم يغب عن هذه الباحثة لم تغب عن علم هذه الباحثة هذه الشخصية التاريخية إذ نجدها تسجل ما يذكر بخصوصها عند كاتبات ورحالات أخريات تحدثنا عنها وعن وجودها في طنجة وعن حكايتها مع شريف وزان. ولعل هذا الإقصاء من طرف الباحثة لطيفة بن جلون العروي لإيميلي كين من لائحات الكاتبات المرتحلات الإنجليزيات مرجعه إلى وضع مرتبك لهذه الكاتبة وهذه الشخصية التي توزعت بين أصلها الغربي وحياتها المغربية، وهو ما يقودنا إلى الإشكال الذي نود أن نطرحه في قراءة هذا النص. نريد أن نسائل نوعيته ونفسيته وقصديته وهو ما عنوانناه في النص المتردد. وفق التقسيم التاريخي للباحثة المغربية يكون مؤلف قصة حياته ضمن فترة ما تسميه المغرب جون هاي، والقارئ يلحظ تعرض الكاتبة لمواضيع هامة المرحلة في المغرب وقتها، وهمة ما جاء في أحاديث الرجال والنساء من الرحالة عن المغرب، وهي أسئلة الطرق والأمن والأمراض والدلائل وقضايا الاستعباد وقضية المرأة وما إلى غيرها مما نجده في كثير من الكتب الرحلية. ونسجل في هذا الباب أن جون درامو هاي هو من أشرف على هذه الزيجة ودبر أمورها الإدارية وغيرها، وفي علاقة بمغرب تلك الفترة. في باب ذكر حكاية هذه الزيجة تقول هذه الباحثة أنها ممتلئة بالرمزية، وهو ما نود أن ندلل عليه نحن من خلال ما جاء في سرد الكاتبة نفسها. تقول إيميلي كين: بعد الأيام الأولى من حياتي الزوجية استجمعت شجاعتي ففكرت في إدخال بعض النظام الأوروبي على بيتي الجديد، وقد أدخلت عليه بعض التنظيم الذي لم يكن له عهد من قبل، وأخرجته من حال الفوضى والاضطراب الذي كان عليه سابقا قبل مجيئي، وقد أخذ هذا مني جهدا وقتا طويلا وتطلب مني مجهودا كبيرا. ولعلنا هنا أمام صورة رمزية تكون فيها إيميلي هي أوروبا والنظام المطلوب آنذاك في المغرب، ويكون بيت شريف وزان وشريف وزان نفسه هو ذاك المغرب الغارق في الفوضى والتخبط والباحث عن من يقوده إلى بعض الصواب في أموره. ولعل الباحثين في هذا الباب والمهتمين بمغرب القرن التاسع عشر يدركون أهمية سؤال النظام ومسألة التنظيم والحلم بالنظام الذي أرقى فكرة جناح في النخبة المغربية وفي السلطة وقتها، وشكل أيضا سؤالا من الأسئلة التي كان يطرحها أغلب من كتب عن المغرب من الأوروبيين ويتعلق بنظام الحياة الاجتماعية والسياسية والعسكرية. وتضيف إيميلي كين أن الشريف قد دعمني دائما في تلك التجديدات التي أدخلتها في بيته، طبعا في مواجهة معارضة من المحافظين داخل العائلة الصغيرة
والكبيرة على غرار ما ذهب إليه بعض السلاطين المغاربة وبعض المدافعين عن التحديث الذين كانوا يطمحون إلى مظاهر التحديث ويدعمونه في صراع مع جبهة مناوئة لذلك. وأما بالعودة إلى إشكالنا الرئيس متعلق بالنص المتردد نجدنا أمام نص لا يكاد يحدد هويته، فعنوان قصة حياتي التي بها My Life Story التي جعلتها الكاتبة إيميلي كين على رأس عنوان نصها توحي بسيرة ذاتية، بل تصرح للقارئ وتعقد معه عقد قراءة ينبني على أسس العقد الأوتوبيوغرافي كما يسميه فيليب لوجون. ولعلنا علينا الرجوع إلى هذا المرجع في هذا الباب ولكتابه الشهير في هذا الباب لنعود إلى التعريف الذي يقدمه للسيرة الذاتية على أنه سرد استرجاعي منثور يقوم به شخص بخصوص وجوده عندما يركز على حياته الفردية لا سيما على قصته الشخصية. ونلاحظ أن في هذا التعريف تركيز على الذات السالب وكيانه المخصوص وعلى أموره الشخصية وعلى حياته الفردية، وهذا ما يمكن أن ندلل عليه بالإشارة إلى إعلان هذا الصنف من الكتابة إما في الوقت القديم باقتراب وابتعاد نسبيا عن التعريف إياه، وذلك مع مؤسس السيرة الداروحية في التقاليد المسيحية وهو القديس أغسطين ونصه الشهير الاعترافات، وربما في تقاليدنا العربية مع نص الغزالي المرقد من الضلال الذي يعتبره البعض وثيقة لها أهميتها في تحليل شخصية الغزالي وتطوره النفسي والعلمي والعقلي. وبالإشارة بالخصوص إلى من يعتبر المؤسس لجنس السردي الأوتوبيوغرافي في المجتمع الفردي البرجوازي الحديث وهو جورجاك روسو، الذي يقول في مفتتح اعترافاته وفي سيرته المؤسسة للسيرة الذاتية الحديثة بخصوص نفسه: إني أريد أن أري أشباهي من الناس إنسانا على تمام طبيعته الحقة، وذلك الإنسان هو أنا، فليدوي صور يوم الحساب متى شاء، فلسوف أتقدم إلى الديان الأعظم وبيدي هذا الكتاب ولسوف أقول جاهرا: هذا ما فعلت، وهذا ما جرى به فكري، وهذا ما كنت عليه، ولقد قلت الخير والشر بالصراعة نفسها، فما سكت عن قبيله ولا أضفت من شيء حسن، ولقد أبديت نفسي كما كنت عليه، أبديت نفسي محتقرا نذلا عندما كنت كذلك، وأبديت نفسي طيبا كريما ساميا حينما كنت كذلك، فكشفت عن دخيلتي كما رأيتها أنت بنفسك أيها الإله الكائن الأزلي. ولكننا مع إيميلي كين نجدها تفتح سردها بالحديث عن قصة زواجها وكأن البداية هي الزواج، بينما السيرة الذاتية تبدأ من الأصول ومن البدايات التي تفسر وتكشف الكثير عن محددات شخصية صاحبها. وغالبا ما تكون البدايات من الطفولة وحتى من قبلها، كما فعل جورجاك روسو نفسه في بداية سرد حياته بالحديث عن ما سمعه عن قصة حبه حب أمه وأبيه التي رويت له ويرويها بطريقة أصولية. فأي سيرة تلك التي ستغفل طفولة السارد وحميميتها وكيان شخصيتها؟ وإن أردنا تصحيح عنوان إيميلي كين وجعله ضمن كتابة الذات، فسيكون العنوان الأنسب هو قصة الزواج أو حكاية حياة الزوجية، وهي بذلك قد تكون تؤسس للقول بأنها ولدت يوم دخلت إلى بيت الزوجية، وبأنها خرجت من عتمة الحياة كخادمة ربما عند بير دي كاريس إلى نور الشهرة، والتي يكون بمثابة النور الذي يراه الوليد عندما يولد، وكأن المغرب قد جب ما قبلها. ولعل عدم ارتياحها في زيارتها لجبل طارق وعدم سعادتها بتلك الرحلة بسبب برودة الاستقبال بعكس فرحها بزيارة تطوان السبتة يثبت نوعا من العلاقة المرتبكة مع بلدها الأصلي فيما نفترض، ولعل علاقتها بأصلها ليست بالسعادة المطلوبة حتى توردها في بداية نصها. وأما الجانب الثاني والمؤسس للسيرة الذاتية فهو أساس البعد وكشف الأسرار وخبايا الذات الدفينة التي لا يطلع عليها غير صاحبها، وهو ما لا ينتظر القارئ باستمرار في هذا المؤلف ويظل على عطشه في معرفة نفس المرأة ودواخلها. فهل كانت المرأة تكتب عن الذات مع الموضوع، أم أنها ظلت مترددة غير حاسمة في أمرها؟ فالبوح لم يكتمل والكشف لم يصل مبلغه، ولعل ترددها هذا هو ما دفعها حتى بعد إتمام نصها إلى أن تسلمه للناشر
وتوصيه بممارسة نوع من الرقابة عليه. إذ يذكر الناشر بن سوسان في مستهل الطبعة الإنجليزية الأولى لهذا النص الذي يصفه بالحكاية الغريبة أنها طلبت منه أن يعالج ملفها أو نصها الكامل بشكل لا يجرح الأحياء ولا يرخي بظله عن الأموات. هناك بياضات شخصية بقيت عالقة بخصوص الأمور الحميمية كبعض الخلافات التي طفت على السطح بينها وبين زوجها ولم تأتي على ذكر مضمونها ولا إيضاحها. كذلك الموضوع الذي يذكره البلجيكي إدمون بيكار في رحلته إلى المغرب عام 1897 إذ في باب حديثه عن علاقة الزوجين يذكر بأنه في لحظة وجوده في المغرب كان هناك خصام في هذه الزيجة الغريبة، إذ كان يتهمها بأنها قد ترددت كثيرا على ضباط البحرية صاحبة الجلالة البريطانية في سفن بمرفأ المدينة. كما أننا نجد أن الكاتبة تصمت عن حياتها الروحية والدينية وكيف عاشتها في هذا الوسط المسلمي الذي يتميز ودائما ما اشتهر بتعصبه في المجال الديني، خصوصا أنها لم تغير ديانتها على الأقل في أغلب وقتها رغم أن هناك من زعم أنها أسلمت في نهاية حياتها والأمر طبعا لم يتأكد. وأما المدخل الثاني الذي أريد أن أتطرق له في باب هذا التردد فهي الغيرية المترددة. فهل كانت الكاتبة إيميلي كلين عندما بدأت قصة حياتها بالحديث عن زواجها تكتب عن وعي أو عن غير وعي سيرة الغيرية، سيرة الرجل الذي رافقته وشغل بال الناس في الداخل والخارج وقتها وجرت الألسن بخصوصه على الألسن بخصوصه حكايات وروايات؟ ولهذا المنحى في الكتابة تفسيران، هل اعتبرت أن المغرب جب ما قبله أم أنها كانت تعرف أنها لم يكن لها وجود من دون الرجل ومن خلال سيرتها أرادت أن تكون طريقة لسرد سيرة شريف وزان؟ لكنها في هذا الباب وفي باب سيرة هذه الشخصية التي ربما هي التي تعطي للنص بعض القيمة التاريخية اعتبارا لأهمية الرجل، فالكتاب انكشف جوانب من حياة الرجل الخاصة وسرد تحركاته هنا وهنا وذكر بعض مشاغله ومشاكله وصورت قيمته المجتمعية والسياسية وبعض تناقضاته الداخلية، إلا أنها ظلت مترددة في شهادتها وصمتت ولمحت بخفوت في كثير من الأحيان فلم ترى سيرة الرجل المنتظر ممن يعتبر أقرب، فلم نرى كثيرا من سيرة الرجل مما هو منتظر ممن كان هو الأقرب إليه وإلى علائقه. تحدثت عن الأمور العائلية وعن الخلاف مع المخزن ومع الأسرة الشريفة، لكنها ظلت في حدود الأمور السطحية دون الكشف عن ارتباطات الرجل السياسية بالغربيين وعن الأدوار التي أتاها هنا وهناك، كما أنها لم تكشف لنا عن بعض أسباب مخاوفه وغيرها من تلك التي ارتبطت بالضرورة بعلاقاته. وحتى عن حميميات الرجل إذ تحدثنا عن ولعه بالموسيقى والصيد ولا تحدثنا عما ذكره البعض عن معارقة هذا الشيخ والزعيم الديني للخمر، وهو ما اشتهر وقتها مما أثار سخط بعض المغاربة ودافع عنه بعض المؤمنين بكراماتهم أو المستفيدين منها بتفسير مناسب مقام الرجل الصوفي، كما يسجل ذلك إدمون بيكار إذ يحكي أن الرجل يشرب المشروبات المحرمة وأنواع نبيدنا وخمورنا، وأنه هناك من بين المسلمين من يستنكر ذلك، لكن هناك آخرون يؤكدون أنه كل ما يمر من حجرة الرجل المقدس الشريف يتحول إلى لبن ليبقى الدين القويم محفوظا وبعيدا عن كل. وهذا النص الغيري لا يتردد فقط في جانب سيرة الرجل ورحلة الكاتبة الحياتية في رفقته، بل حتى في جوانب الرحلة الحقيقية التي قامت أو الرحلات الحقيقية التي قامت بها معه في المغرب وفي الجزائر، ويتعلق الأمر هنا بهذه الشهادة عن اللحظة التاريخية التي يتخذها النص أحيانا في بعده الرحلي على نمط الرحلات السفارية التي المعروفة والتي كانت ترافق فيها زوجها، لم تكن تلك الشهادة كما يتوجب لنظرة أجنبية.
لكنها لا تكشف لنا كثيرا من الأبعاد السياسية، ولا تشهد كسيدة لا بد أنها كان لها تواصل مع المجتمع الأوروبي ومع شخصيات ذات أثر على الواقع وعلى مضمون تواصلها مع السلطة المغربية في نهاية سردها، مما كان سيكشف لنا ويضيء لنا أمورا ظلت خافية لحد الآن عن المؤرخين. لذلك نجد أن السيدة قد أقدمت على رصد الأمور السطحية في المشاهدات في المغرب وبنظرة ناقصة من ناحية الاستغراب لاستئناسها بالشأن المغربي في موقف متردد بين موقف الغريب وموقف الأهلي، ذلك أنها لم تعد تلك الأجنبية التي تكتشف البلد الغريب وفق الدهشة من الجدة في بلد مغاير، ولا هي تلك المغربية بنت البلد التي تنظر للأمور الداخلة في مجالها استقرابي من غير استغراب وهنا نذكر بعض التفسير تقدمه الكاتبة جيرار إركمان بخصوص هذا الانسحاب للرؤية الرومانسية، تقول إن الاستئناس بالحياة المغربية والشرقية يبدد جزئيا المسحة الرومانسية التي يضفيها عليها الجهل بأمور البلد المكتشف. فكما تشير مقدمة الطبعة الإنجليزية، فنظرة المرأة جاءت بعيدة عن البعد عن التعالي، فصارت تنظر إلى الناس بمنظر السواء وابتعد عن نظرة التعالي التي ميزت كثيرا من الأوروبيين. ولو نطيل الكلام في هذا الإشكال الذي يحتاج إلى تعميق لقصد معالم التردد وعدم الحسن الجمالي ولا النوعي ولا الجناسي، ويمكن ربطه طبعا بحديث المرأة كامرأة وميلها إلى الإخفاء والإظهار مما يتجاوب مع حاجاتها وغرائزها ونزواتها. ولعلنا نجد الجواب على هذا السؤال وهذه الملاحظة فيما نقرأ في المقدمة الذي قدم بها الرحال والسياسي روبرت كينغهام غراهام صاحب كتاب المغرب الأقصى الذي يروي رحلته إلى المغرب متخفيا في صفة شيخ تركي، ويقول عن الكاتبة بأنها تكتب بسليقة وعفية وبطبيعة، والمقصود ربما بسذاجة من لا دربة له بالكتابة. والناصر سامويل ليفي بن سوسان وهو صاحب كتاب أيضا عن المغرب عنوانه موروكو، يقول في نص قصير في مقدمة هذه الطبعة أن أصل الحكاية هو ما كانت تسرده المرأة شفاهة بين أصدقائها عن تجربتها في المغرب، ويرجع ذلك إلى الحنان والعطف التي حفها بها المغاربة باعتبارها غريبة عن أرضها، جعلها تتوخى بعد التردد في قول كل شيء. ويذكر الناشر هذا الناشر أيضا في نصه أنها ليست ذات قلم خبير، لكنه يجعل لهذه النقيصة مزايا تجعل من نصها بحسب تعبيره وثيقة إنسانية. ولا يمكن لأي تهذيب، يقول سوسان، أدبي أن يحسن هذه الجدية البسيطة في التعبير. فالتردد هو أن أصل السرد المكتوب هو ما كانت تسرده في جلساتها مع الأصدقاء، وهم الذين حثوها إلى إعطاء حكايتها شكلا دائما بترجمته إلى مكتوب. ولعل الحديث عن الاستدامة والدوام يدفعنا في نهاية هذه القراءة أن نعرج بمصطلح التردد على نص الترجمة وعلى عمل صديقنا حسن الذكري الذي أنجز هذا الترجمة بتمام وكمال، وجاء نصه مقروءا واضحا وبه اشتغال ترجمي في نظرنا حقيقي، إلا أننا أردنا أن نسقط إشكال التردد عن العمل المترجمي المهم وإصداره في كتاب منذور للدوام والخلود، لكننا نجدنا في مقدمة الكاتب يفتح منتوجه العلمي بتخليل ما هو زائل وبتقديم يتردد بين التهيئ لقراءة نص إيميلي وبين المضي في مواجهة مع ناقد منتقد. تردد مترجمنا في ذكر اسمه في عقوبة منه مترددة، عقوبة المترددة ضد عدوه تذكرنا بعقوبة أحد الشخصيات الأسطورية الإغريقية إيروستراتوس الذي أحرق أقدس المعابد الإغريقية من أجل الخلود في ذاكرة الجميع، إلا أن الحاكم عاقبه بأقصى العقوبة إذ لم يحكم عليه بالقتل ولا بالرجم ولا بأي شيء، إذ حرم ومنع بالمطلق ذكر اسمه في المدينة إلى الأبد لكي يغرق
في بحر النسيان، ويتعذب أشد العذاب الأكبر الذي يوازي الجرم الذي اقترفه بحرق المعبد المقدس. إلا أن عقوبة الذكر لنقيده ومنتقده جاءت مترددة، لا هو أهمله وأغفله بنسيان، ولا هو شهره بعيوبه إذ لم يذكر اسمه، لكن التردد نرصد نحن لكن في هذا التردد نرصد نحن نرصد الجمع بين الزائل وهو السجال المنفعل المنساق وراء ردات الفعل والهوى الزائل، وبين الخالد من عمل العقل والمنتوج الذي هو الترجمة الغنية التي قدمها. ولعل مجال السجال كان يجب أن يكون صفحة فيسبوكية زائلة أو جريدة يومية تذهب مع الرياح، لأن الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس فينبت الأرض وستنبت الترجمة ويذهب السجال أدراج الرياح. ولا أن نسجل أيضا ترددا آخر للمترجم في هوامشي في بعض الهوامش الضرورية في نظرنا، خاصة منها التاريخية، بخصوص بعض الشخوص كهذا الشخصية المهمة جون درامون هاي، وبعض المعلومات التاريخية كذكر الكاتبة لسياق لرحلة السلطان إلى طنجة، وذكر والإتيان على ذكر طبيعة والإتيان الكاتبة على ذكر مصادفة وجود الشريف بفرنسا مع سفارة مغربية. لم يتسع الوقت ربما للمترجم لإدراج هامش كان سيكون ذا فائدة تاريخية على النص. وتردد المترجم أيضا، وهذا هو الملاحظة التي أود أن أقتسمها مع صديق حسن الذكري، بخصوص تردده في ترجمة مقدمة جراهام ونص الناشر في بداية الطبعة الإنجليزية، وهما نصان مهمان يسلطان أضواء مهمة جدا على هذا السرد. ولعل ترجمة في طبعة ثانية نحن متأكدون أن المترجم سيضمنها التقديمين، ويزيدها تقديما حقيقيا لا ينزع من الهوى بل إلى الفائدة، وهو أهل لها وله منا كل الحب في العلم وفي الله. وشكرا لكم.